لا الحقيقة احنا يعني من البداية اذا تتذكر 2006 نعم ايضا كان معروض علينا 3 وزارات وبعدين صارت 4 وزارات ورفضنا وقلنا احنا معارضة وبقينا من 2006 الى 2010 ونحن في المعارضة ودفعنا ثمن المعارضة آنذاك. طيب بس المعارضة اللي اطلقناها آنذاك سميناها معارضة ايجابية باعتبار انه التجربة الديمقراطية ناشئة هشة بعدها الحامية زين ها طيب فما نريد نعارضها بسلبية وبالتالي تفشل هذه التجربة فعارضنا بطريقة إيجابية واليوم أيضا معارضتنا نريد نخليها بطريقة إيجابية بحيث نحافظ على هذا البلد نحافظ على هذا المجتمع. هي دكتور المعارضة إذا تسمح لي المعارضة أسلوب في الحفاظ على البلد. هو ليش المعارضة سواء كانت يعني شنو المعارضة السلبية قابل واحد يشيل سلاح؟ هي المعارضة على كل حال هي حماية للبلد ومراعاة له. لا المعارضة الإيجابية يعني بحديثي أنه إذا شفنا كتلة سياسية معينة أدت أداء جيد فيكون لدينا القدرة والشجاعة على أن نقول نعم هذا الإداء جيد وهو جيد حتى إن كان الموضوع يؤثر علينا نعم. كمعارضة فنقول نعم. له إداء جيد نعم. لأن المهم بالنسبة لنا مو الفوز فقط في الانتخابات أنه كيف نحافظ على هذا البلد طيب. كيف نطور البلد.